كانوا قريبين جدا من الفنان الكبير محمود عبد العزيز. كان في وقعة قديمة متعلقة أيضا بالموت، لما كان في بعض التحاليل الخاطئة، عمل تحاليل تبين بعد ذلك أنها خاطئة، وتبين من خلال التحاليل الخاطئة أن محمود عبد العزيز مصاب بالسرطان وهو في أيامه الأخيرة. وعاش محمود عبد العزيز لحظات وأيام بيعيش فيها، يعني من ينتظر الموت بسبب هذه التحاليل الخاطئة. تبين بعد ذلك أن لما سافر محمود عبد العزيز إلى الخارج أن كل التحاليل ليست دقيقة وليست صحيحة، وأن الورم اللي موجود حميد وليس خبيثا. كانت تجربة لمحمود عبد العزيز مع الموت استفاد منها جدا، وما كانش بينساها، كان دايما بيتكلم عنها وبيحكيها لأصدقائه. محمود عبد العزيز الذي فقدناه سيظل حيا بيننا بأعماله العظيمة المتنوعة. شوفوا جزء منها، يعني حتى أصبحت من كلاسيكيات الفن، لما تقول رأفت الهجان والعار وغيرها بقى من الأعمال الفنية اللي احنا لو قعدنا نعددها، خاصة انه تميز بالتنوع. زي ما بقول لكم، جاء في وقت من الأوقات كان في حيتان كوميديا، لكن قال انا هدخل هذا المضمار، هدخل سباق الأعمال الفنية الكوميدية، وحقق فيه نجاحا كبيرا. الفنان الحقيقي لا يموت أبدا. الشاجي بقى يا دكتور. ايوه، بس انت طول عمرك بتجري ورا الموت. انت ايه، ما بتخافش يا جدع انت؟ واه، حد يخاف من الموت يا دكتور؟ دي اللي خاف مني يبقى تعبان قوي. كيف تخاف من الخواف؟ ها، حد يخاف من الخواف؟ خواف؟ الموت خواف؟ طبعا خواف، لو ما خوافش ما يجيش مستخبي. أقول لك، هو مش خواف، هو خجول لدرجة ما عاوز حد يشوفه. يعني وكأنه كان يتحدث دائما مع الموت وعن الموت، سواء في أعماله الفنية أو مع أصدقائه. محمود عبد العزيز كان دائما بيتكلم عن الموت بعد التجربة اللي أنا اتكلمت عنها اللي عاشها. شوف بقى، لما واحد التحاليل اللي الأطباء قالوا له عليها بتقول انه خلاص يعني على وشك الموت، ويتبين بعد ذلك خطأ. كل ده هنا ده عمل تغيير في محمود عبد العزيز تماما.
حتى هو قال انه يعني دخل فيه انه حب الحياة بشدة وتمسك بيها، وقال انه لابد ان نقدم فنا حقيقيا وفنا اصيلا. كان دايما عنده مشكلة مع الاسفاف في الاعمال الفنية، وكان بينتقي اعماله، وده خلاه يعني يبقى في بعض السنوات اللي قلت فيها اعمال محمود عبد العزيز، بالاضافة الى انه عانى ايضا في بعض السنوات من لما ظهر بعض النجوم الجدد، كان فيه حالة ايضا من الجحود في التعامل مع الفنانين الكبار، اسم مين يتحط فوق واسم مين تحت، وكان محمود عبد العزيز بيعاني جدا من هذه الأزمة اللي مش عايزين نذكر بعض محطاتها ولا بعض الأسماء اللي فيها، لكن الأصدقاء القريبين منه جدا كانوا يعلمون انه بيعاني من الجحود بسبب ان البعض دايما يتغافل ويتجاهل اسماء النجوم الكبار في سباق وضع اسمه على الافيش. سيبقى محمود عبد العزيز باعماله الفنيه القيمه. بعد الفاصل